مشاهدينا اهلا وسهلا بكم، برحب بكم مره تانية في برنامج الطبيب، فقرتنا عن التوعيه الطبيه لمستشفى دار الطب، واللي دايما بنخصصها لكم عن ان احنا نجاوب على كل اسئلتكم اللي بتبعتوها لنا على صفحه البرنامج والصفحه الرسميه لمستشفى دار الطب. بس الاول نرحب بضيف فقرتنا وهو الدكتور محمد شكر عبدو، استشاري امراض الذكوره ودكتوراه طب وجراحه الذكوره وعضو الكليه الملكيه للجراحين بلندن وعضو الجمعيه الدوليه للصحه الجنسيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. اول سؤال معانا يا دكتور، حد بيسال ايه هي عينه الخصيه الميكروسكوبيه وامتى بيتم اللجوء ليها؟ طيب نبتدي في الاول بامتى بيتم اللجوء ليها. عينه الخصيه هي بسبب ما يسمى بانعدام النطاف او انعدام الحانات المنويه. عاده دي بتكتشف بعد الزواج، بعد فتره متاخر الانجاب، الزوج بيروح يعمل تحليل سائل منوي عادي بيكتشف ان مفوش فيه حانات منويه. في الحاله دي بننصح المريض ان هو يعيد التحليل مره ثانيه ويكون الفتره ما بين التحليل الاول والثاني حوالي اسبوعين، ويعيده في مركز يكون فيه مجهز لتجميد الحانات المنويه اذا وجدت. تمام. في حاله ان احنا لقينا ان في انعدام نطاف في العينه الثانيه، خلاص ده كده بيتم تشخيص ان هذا المريض يعاني من انعدام النطاف او انعدام الحانات المنويه. بنعمل بعض الفحوصات زي نشوف هل في سبب، بنعمل الكشف الاكلينيكي، نستبعد اذا كان في انسداد، نستبعد التهاب، نستبعد بعض الاسباب زي ان انخفاضات الهرمونات المنشطه للخصيه، هرمونات الغده النخاميه، ارتفاع هرمون اللبن، الدوالي للدرجه الثالثه على الخصيه. في بعض المرضى بنديهم فتره تنشيط للعلاج 3 شهور، وبعد كده اذا ما ظهرش حانات منويه بعد فتره العلاج بيتم اللجوء لعينه الخصيه. حديثا بقى العينه بيفضل او الافضل انها تتعمل بتقنيه التفتيش المجهري. يعني ايه تفتيش مجهري؟ زي ما موجود الصوره بتاعت الميكروسكوب الجراحي، ده ميكروسكوب جراحي بتتفتح يعني اثناء الجراحه، بتفتح الخصيه بس بتتفتح بجرح يسمح ان احنا نفتش في اغلب نسيج الخصيه. لو ممكن نجيب الصوره الثانيه. ده هنا ايه اهميه الميكروسكوب الجراحي. احنا الخصيه بتتكون من حاجه اسمها انابيب منويه. العين المجرده ما تقدرش تقارن قطر الانابيب المنويه. في حاله ان لقينا الانبوبه منتفخه شويه زي ما موجوده في الصوره اللي على اليمين، دي في الغالب بيبقى فيها حيوانات منويه. طريقه التفتيش المجهري بتدينا ميزتين. الميزه الاولى ان احنا بنفتش في اغلب الخصيه، لان انا ما بضطرش اخد عينات عشوائيه وبعد كده اروح افحصها، لا انا بفتش في الخصيه قبل ما بسحب، قبل ما باخد العينات. الميزه الثانيه ان كميه النسيج اللي بناخده من الخصيه بيكون اقل كتير من العينه العشوائيه، لان انا ما باخدش الا من الاماكن اللي بيبان تحت الميكروسكوب ان بيبقى فيها فرصه او فيها امل. فزي ما موجود في الصوره ان احنا بنستبعد الانابيب اللي هي الصوره اللي احنا كانت لسه قدامنا على الشاشه. بالظبط، الانابيب اللي مش منتفخه خالص. طيب لو لقينا حانات منويه خلاص اوكي، الموضوع كده تقريبا خلاص، الزوجه بتبتدي تتجهز ان هي تعمل الحقن المجهري. طيب في بعض الناس بيسالوا انا عملت عينه من الخصيه قبل كده وما لقيتش حانات منويه، فهل انا ليا فرصه تانية؟ هنبص على كذا حاجه. اول حاجه نتيجه العينه الاولانيه كانت ايه؟ هل كان في خلايا منويه او لا؟ هل العينه تمت بالتفتيش المجهري ولا لا؟ هل المركز اللي تم فيه العينه من المراكز المعروف ان هي بتشتغل بميكروسكوب يعني كويس وبقاله فتره وعندهم خبره بالتفتيش المجهري ولا لا؟ الحاجه الثانيه بنعيد التحاليل اللي احنا كنا طالبينها من المرضى قبل كده. بنشوف تحليل الغده النخاميه، بنشوف تحليل هرمون اللبن، بنشوف اشعه الخصيه، بنشوف اذا كان في التهابات متكرره او مزمنه موجوده في القنوات المنويه او لا. في حاله ان يعني شفنا التحاليل وخلاص برضو ما كانش فيه حانات منويه، ما فيش سبب واضح، فيعني اغلب المرضى ليه فرصتين، فرصه ثانيه للتفتيش مره اخرى، خصوصا لو كانت العينه الاولى ما كانتش عينه ميكروسكوبيه. في نسبه برضو ان احنا المره الثانيه بنلاقي بالتفتيش الميكروسكوبي نلاقي فيه حانات منويه. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. بنشكر الدكتور محمد شكر عبدو، استشاري امراض الذكوره ودكتوراه طب وجراحه الذكوره وعضو الكليه الملكيه للجراحين بلندن وعضو الجمعيه الدوليه للصحه الجنسيه. وبنشكركم مشاهدينا، خليكم دايما متابعين فقره الطب.